بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، كيف حالكم؟ حيا الله المتابعين. شبه النظافة، الطيور جوعانة، حطينا لهم الموية، الدخن، شبه الزيبرا، ألوان ما شاء الله جميلة. تقريبا صفيت، خليت بس الألوان الجميلة والأحجام من جنب وفوق. فيديو بس حق النظافة اليوم، هذا الزوج الجديد اللي عنده بيض، أول إنتاج لهم ما شاء الله. في عندنا ضيوف جدد، هذا واحد منهم، هذا أولاد السوبر جامبو، هذا واحد، وفي واحد طلع يمكن متخبي هناك في الزاوية. هذا إنتاج الإمام اللي قلت لكم يطلع لي قريب الأبيض ما شاء الله. شوف هذا فروخ كبار، هذا واحد منهم. أنا أطلع هناك بس أشوف. وصفيت الذكور اللي كانوا زايدين عندي، بعتهم مع حبة من الفروخ. كان واحد صغير عنده مشكلة بجناحه، صفيتهم طلعتهم برا. هذه الصغار حق راح يطلعون ثلجي، زي ما كتب لي واحد من الإخوان من العراق، قال لي هذا راح يكونون ثلجي. خير وبركة. شوف فيه هنا شيء ما فيه، أجل الفرخ اللي طلع يمكن متخبي هنا ولا هنا، أو رجع للعش لأنه ما شاء الله صار يطير. هذا واحد منهم، لون جميل ما شاء الله، خلنا طيره. ما شاء الله، طاح في الأرض. الله يجلس هنا لما يتنشط ويرجع. عندي طيور أبغى أسويهم أليفين يأكلون من يدي، بس شوي ما أقدر أجوعهم لأن عندهم فروخ صراحة. أعتقد أسهل طريقة أني أجوع الطيور، بعدين أحط لهم الأكل بيدي ويأكلون مع التعود. لكن شوي استصعبت الموضوع صراحة، لأن عندي هنا فروخ زيبرا هالعش، وعندي هنا بدأت تطلع. هذا اللي بس اللي عندي، احتمال هنا في تفقيس قريب، 3 أيام تقريبا زي كذا. وعندي المخاليف هذه أعمار الأسبوعين أكثر، يعني قريب الشهر، 3 أسابيع 4 أسابيع. أكمل لكم 5 دقائق تصوير. من هالزاوية أتمنى اللي يتابع الفيديو يعجبه المحتوى، اشترك بالقناة، حط لنا تعليق، احنا محتاجين نوصل ل1000. الحين 600 وتقريبا 620 مشترك، باقي لنا 380. ان شاء الله خلال الشهر الكريم هذا نكمل 1000 بإذن الله. يا
يا أمان الله جميعا.